السلام عليكم ورحمة الله. طبعا البداية كانت زي الصدفة، فسبحان الله في أشياء تجيك وانت مو مخطط لها. الصدفة هذه بدأت يمكن في 2004 تقريبا في منتدى الإقلاع. طبعا أنا كنت أشارك منتدى الإقلاع بالخط. كان في قسم في المنتدى اسمه منتدى التصوير الضوئي والفن التشكيلي، أو الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، لأنه كان عدد الرسامين كثير وعدد المصورين قليل. في البداية كنت أنا الوحيد اللي أخط، فمن فترة لفترة أنزل أي شيء. في البداية طبعا كنت أنزل أسماء، يعني الواحد لما يكتب أسماء يكون فيه تفاعل مع الناس، وفي نفس الوقت الناس يحبون أسماء. طبعا كانت بداية جديدة وانطلاقة حلوة، أن الواحد يعني يكون محبوب نوعا ما، أنك أنت تقدم شيء للناس من بدون مقابل. طبعا في هذه الفترة أنا تعرفت على المشرفين حقين المنتدى. وقتها كان الفنان التشكيلي عبد العزيز العدوان، وكان فيه فنان تشكيلي ثاني اسمه عبد المحسن الطوالة. طبعا كانوا فنانين وكلامهم كان جميل جدا. طبعا كمشارك في هذه المنتديات يعني التغذية البصرية كانت عالية، يعني أشوف لوحات من عبد المحسن الطوالة ولوحات من عبد العزيز العدوان. وايضا في التصوير كان فيه هاني الغيهب، وكان فيه عبد الله الهزاع، وفي اسماء كثيره بس نسيت. طبعا نسياني للاسماء سبب انه الاسماء هذه كانت فتره معينه وبعدين اختفت، بعكس الثاني. مثلا على سبيل المثال صديقي عبد الله الهزاع لا زال في التصوير، يعني انا اعرفه من قبل لا اكون مصور، يعني عمر. فشاهد من الموضوع طبعا كانت وسائل التواصل فيما بين اللي هو الويندوز ماسنجر. فمرة من المرات هنا بداية القصة الحقيقية. مرة أنا كنت أتدرب على مخطوطة. طبعا وقتها كان قبل 10 سنين ما في فنان ينزل شيء في الانترنت إلا بعد ما ياخذ آراء ناس كثيرين. هل هذا طبعا العقلية هذه انك توري ناس افضل منك شغلك، فاذا كان فيه قبول مبدئي اوكي، اذا ما كان فيه يوجهونك. طبعا هذا المفهوم الان معدوم حاليا، فنظرة الشخص انه انا اللي انا ابغى نزله بنزله، ما لي من احد، هذه يوميات، هذه. فالحاصل اني انا كنت اعرض تماريني الخطية على فنانين تشكيليين. وش السبب؟ اول شيء ما كان في احد خطاط أقدر أتواصل معه، لأنه المفترض أني أنا أتواصل مع خطاط يعني يعطيني رأيه. ثاني شيء فنان تشكيلي له نظرة جمالية، خصوصا في التكوين، في التركيب، في العرض، في اللون. وفنان تشكيلي مثلا مثل عبد العزيز الدوان وقتها كان عمره تقريبا 50 وأنا وقتها عمري 24. ففي فرق من ناحية الخبرة اللي عنده، النظرة، يعني من نظرة واحدة يعلمك هذا الشيء حلو ولا مو حلو. طبعا ما أنكر تشجيع بعض الفنانين، يعني مثلا زي عبد المحسن الطوالة كان عنده خلفية بسيطة عن الخط، فكان في تشجيع. نرجع للفكرة. فمرة من المرات أنا عندي شيء أبغى أعرضه، فصورته، ما كان في كاميرا، ما كان في جوال، فصورت العمل عن طريق كاميرا الكمبيوتر، الكاميرا المستقلة، يعني ما كان فيه لابتوب، فيه كام. طبعا كانت معاناة أول أنه عشان تعرض عملك تدخل سكانر، فكان والسكانر يأخذ وقت، فما كانت مجزية. فالأسهل بالنسبة لي أني أصوره بكاميرا، وطبعا الكاميرا مشبوكة في سلك في الكمبيوتر، ونزلها على طول. فأول انطباع من عبد العزيز قال: تصدق يا وليد أنك تصلح مصور؟ قلت له ليه؟ استغربت أول مرة أحد يقول لي هالكلام. قال لي: الزاوية اللي أنت أخذت فيها الصورة، وكنت حاط القلم على جنب وكذا، قال الزاوية اللي أخذت منها الصورة يعني مهي بسيطة. فبديت أتحمس أني أشتري كاميرا. طبعا في أشياء كثير حمستني بالإضافة أني أشتري كاميرا، يعني كان في موجود عندنا مصورين فأقدر أتواصل معهم بشكل مباشر.
حطيت الفكرة في بالي، وصادفت أنه رحت مكة أنا والوالدة في زيارة بسيطة يمكن 3 أيام للعمرة، وفي أسواق تعمير كان في محل كاميرات، فكنت تايه ما وش أخذ وش ما أخذ، وش الفرق بين هذه وبين هذه، وش الزوم البصري وش الزوم الديجيتال واو، فكنت تايه مرة. فقررت أني أتصل، أذكر أنه ممكن هاني الغيهب كان عندي رقمه، فأتصلت فيه وسألته، فأعطاني معلومات بسيطة عن اللي أنا أحتاجها. قال لي أنت تحتاج زوم بصري، ما تحتاج زوم ديجيتال، لأن الديجيتال يجيك مكسر هذا الشيء. فكان أفضل خيار أنه أخذ كاميرا اسمها كانون باور شات G7، طبعا لازم مدمجة في البداية. من الخطأ أنك تبدأ على طول بكاميرا متقدمة وأنت لسه معلوماتك صفر، ولازم تتدرب عليها، وفي نفس الوقت أنت ما تدري شو يصير لك بعدين تستمر. فاشتريت الكاميرا، وقتها كان سعرها يمكن 2000 وحاجة، طبعا 2000 وحاجة كان وقتها غالي، الحين 2000 وحاجة كاميرا أفضل منها بمليون مرة. طبعا أول ما اشتريتها معلوماتي صفر، ما أعرف أتعامل مع الكاميرا، وفي مصطلحات جديدة علي، أبرتشر، شتر، ماكرو، يعني تايه بكل ما تعنيه الكلمة. فصرت أقرأ الكتالوج. فأهم نصيحة لأي واحد عنده كاميرا أنه يقرأ الكتالوج كامل، حتى لو ما فهم الكتالوج فيه أشياء توضيحية. وقتها كان كل شيء بالإنجليزي، الحمد لله كانت إنجليزيتي حلوة، وبالإضافة أنه على كل شرح أحاول أطبق. طبعا بداية التصوير كانت أصور أي شيء، يعني مثلا أشوف صحن فواكه بصور، وش الهدف؟ أبغى أشوف أنا صورت صح ولا لا، الإضاءة صح، الفوكس صح. طبعا لحد الآن أنا ما دخلت في مرحلة التكوين أبدا، أنا أبغى أعرف كيف أصور صح. وطبعا أي شيء أشوفه بصور، مو بالغرض أنه هذا عاجبني ولا لا، لا أبغى أتمكن أنا من الكاميرا عشان أرتاح بعدين وأشتغل فيه. طبعا شوي شوي صرت اعتمد على خيارات الكاميرا الاوتوماتيك، واذا ما عجبني شيء اقوم اعدله بالمانوال. طبعا مو بالفول مانوال، لان الفول مانوال في البدايه هذا خطا كارثي ان الواحد يبدا فيه. دائما الناس يقول لك خليك مانوال عشان تصير فنان، لا هذا غلط. فغلط ان الواحد يبدا مانوال، لازم يبدا شوي شوي. يعني اول شيء كيف انت تتصور، كيف تطلع الصوره مقبوله. طبعا كيف صورة مقبولة؟ أول شيء أنك مثلا ما في اهتزاز، مو مظلمة أو إضاءتها مرتفعة. طبعا مظلمة أو إضاءتها مرتفعة هذه ترجع لسالفة نسبة كمية الضوء، هل هي قليلة أو كثيرة، والنسبة هذه بناء على معطيات، على بعد البؤري وفتحة العدسة، فهذه كلها لازم مع بعض. المهم مرت الأيام، يمكن قعدت أتدرب عليها فترة يمكن 3 شهور أو شيء زي كذا، فأصور وأصور وأصور، حتى من الذاكرة كانت 32 ميجا. فلما كنت أصور رو، طبعا الكاميرا كانت ثورة في عالم الكاميرات، أنها أول كاميرا مدمجة تصور رو، واو. الكاميرا كانت 7 ميجا بكسل، فلما صور رو الذاكرة تمتلي من 4 صور فقط. طبعا الشيء هذا خلاني أفكر جديا أنه لازم أسوي أبجريد، إما بذاكرة أو بكاميرا. طبعا وقتها طلعت كاميرا جديدة وبسعر تقريبا مغري، كانت كانون 350D، كان سعرها تقريبا 3500، وكانت سمعتها عالية جدا من مواقع التصوير العالمية والريفيو وكذا، فمواقع اللي تعطيك مقارنات، فها هي تقريبا رقم واحد في تسويق الكاميرات. مو شرط ان كلام، ومو شرط ان الكاميرا بهذه المواصفات اللي هم يقولونها، لانه هم يسوون تجارب على اشياء متقدمة جدا، اضاءة مرتفعة واضاءة محترمة وعدسات يعني
قوية جدا، فالواحد لما يشتري بناء على الريفيو ينصدم بحكم أنه عدسة أي كلام. فمالكم بالطويلة، طبعا قبل أشتري الكاميرا أنا صرت لازم أبحث عن مصورين بحكم أنه لازم أنا أخذ رأيهم. فبالإضافة إلى وجود هاني الغيهب وعبد الله الهزاع، كان في اسم دائم يذكر لي، عبد العزيز العدوان. طبعا يذكر لي من باب الاحترام، يعني كان يحترمه جدا، اللي هو الفوتوغرافي خالد الحربي. من محاسن الصدف أنه خالد الحربي كان له في الخط وأنا كان لي في الخط، فلذلك كان في حلقة تقارب كبيرة بيني وبينه. طبعا سألت وين ألاقيه، فقالوا أنه يتواجد في منتدى اسمه عدسات عربية. فسجلت في المنتدى، كان وقتها يمكن منتصف 2005. فبديت أنزل أفضل صورة بالنسبة لي. طبعا هذا مهم جدا، مهم أنك لما تبغى تأسس لنفسك مكان أو خطوة لازم في أفضل ما عندك، أفضل شيء تنزل، لأنه بهذا الشيء الناس يعرفون أنت وش وضعك بالضبط في الوقت الحالي، وأنت لنفسك تشوف كيف أنت تطورت. حتى أذكر نزلت أول صورة كانت للبرج المعلق، طبعا كانت من زاوية غريبة بالنسبة للناس. البرج المعلق العادة الناس يصورونه من بعيد أو من تحت مرة في الوادي. فاللي حصل أنه أنا خاطرت أنه في نفس الطريق وقفت سيارتي بالضبط على جنب، يعني كأنها سيارة متعطلة وكذا، وصورته بمنظور غريب. المنظور كهذا كان جديد للناس، لأنه ما في أحد وقف في هذاك المكان إلا إذا كان متعطل أو شيء وما انتبه، فكان للبرج جمالية أخرى. طبعا صار تشجيع وترحيب، بديت أتعرف على أكثر من شخص، عرفت أنهم دائما يسوون اجتماعات دورية. من ضمن اللي كانوا في الاجتماعات كان حسين دغريري، عوض الهمزاني، هاني الغيهب، أبو ناهض كان ماسك المنتدى كله، وبسام المحيميد، وزياد الغنام، وكان فيه واحد له في الإخراج وتصوير الفيديو، الخنين، خالد الخنين. فكان الاجتماع هذا مثري، بالإضافة إلى الشخص اللي أنا أبغاه بالضبط هو بعينه، اللي هو خالد الحربي. فكانت اجتماعاتي بشكل أسبوعي مفيدة بالنسبة لي. الاجتماعات هذه كانت معظمها نقاش حول التصوير، عمل معين، أما عمل جديد لشخص أو عمل جديد لفنان عالمي، يعني يكون فيه نقاش. وما نذكر طبعا وقتها عبد السلام التويجر، للأسف موهبة خطيرة لكن ما أدري وش صاير للحين، طبعا توقف بقرار نفسه، ما أدري وش السبب، لكن وجوده كان مثري للغاية. بداياتي بالتصوير كان يهمني أكثر شيء الأشياء القديمة، مثلا الدرية القديمة، الأبواب القديمة، النوافذ، بحكم الحنين للماضي. طبعا ولادتي وطفولتي كانت في حي منفوحة، فكان فيه نوع من الحنين للأيام اللي قبل، فكنت مهتم بالدرية القديمة. فكنت تقريبا بحكم الدوام أنه أخصص أنه كل جمعة أروح للدرية القديمة، أروح لها يمكن على طول من بعد صلاة العصر إلى المنفوحة. طبعا هذا الوقت الحالي انا افضل انه يكون الحالي عشان ما تشتت، فاصور اللي انا اشوفه عجبني، وبعد ما اصوره اعرض على خالد، اعرض على عبد الله، اعرض بشكل عام اشوف وش الاخطاء اللي وقعت. ولما اعرف الاخطاء عادي، بالعكس انا كنت انبسط مره لما الاقي اخطاء، اقول عادي الاسبوع الجاي ارجع اصور نفس الشيء. هذه الصورة كانت في الدرية القديمة بأول كاميرا احترافية 350D، فهذه أول صورة نالت إعجاب الناس. اللي جذبني في الصورة أول شيء كان الباب، فالباب لحالة غير كافي أني أحطه في مضمون عمل الفني، فحبيت أستخدم مساحة النافذة مع بيوت مع البيت الطين هذا عشان يعني يكمل لوحة. طبعا بدأت تعجبني السالفة، دائم تفاعل الناس معك يحدد هل تستمر، هل تعدل في شيء أو لا.
هذه كانت في أوشيغر القديمة. طبعا أنا سويت سلسلة من الأعمال اللي زي هذه، السلسلة سميتها Door and Window، يعني شيء بسيط لكن التنفيذ يكون مختلف. وهذه برضو في الدرية القديمة، طبعا هنا مكتوب Door and Window number 7، فكنت أرقم 1 2 3 4 5 6. بعدين فصار عندي مفهوم جديد أنه فكرة معينة واشتغل عليها بطرق مختلفة. تقريبا استنفذت البيبان فالغريب أنه وقتها ما كان اللي يستهويني بالتصوير كان الماكرو لغرابته والتفاصيل اللي أنا أشوف أن تصوير ماكرو أثر علي بشكل كبير، أني ما يعجبني أي تفاصيل، لازم أدق التفاصيل. طبعا هذه من ضمن رحلاتي التصوير لحديقة الحيوان، فكنت أروح حديقة الحيوان عشان أصور ماكرو وأدور الحشرات. طبعا الصورة هذه كانت عجبتني مرة، لكن لو أنا أدقق في تفاصيلها في أشياء ما تعجبني. أنا مثلا هنا الفوكس مو مرة مضبوط، فالفوكس هنا وهذه طبعا كان تركيزي على اليأسوب، هذه حلوة لكن الفوكس مش ولا بد، هذه أحلى، وهذه إعادة للصورة اللي هي هذه، صورتها مرة ثانية بطريقة مختلفة أصحح فيها الأخطاء حقتي. وهذه تقريبا أنجح صورة في هذه الفترة، لأني قدرت أشوف تفاصيل زي شبكة العين. هذه تقريبا أول عمل عملته ستيل لايف الوردة، سميتها أنوثا. طبعا الوردة ذابلة، فلو وقتها أنا كنت فاهم ما كان عرضتها، لكن تجربة للتاريخ. طبعا وقتها الاستوديو عشان تسويه هذا يبغالك ميزانية تقريبا 8000، 8000 وقتها كثيرة، فصرت أعتمد على الخلفية، الخلفية عباية، الإضاءة نجفة، وعلى الترايبود علشان ما يحتاج غالق سريع. فكانت فترة الكانون 350 دي اللي هي تقريبا أو أول سنة تصوير، كانت يعني مرحلة تعليمية أكثر شيء. طبعا جميل أنك تعيش فترة الكاميرا، لأنك مع الوقت تعرف وش تحتاج وش ما تحتاج، في نفس الوقت تعرف إمكانيات الكاميرا. يعني لما تصور أكثر من عمل فتعرف الكاميرا هذه توصل كل وين، حدها إيش. ففي نهاية 2005 طلعت كاميرا جديدة، طبعا الكاميرا هذه كانت مرة مكسرة الدنيا، كانت 5D الأولى. طبعا أهم ميزة في 5D كانت فول فريم، وكانت 12 ميجا بكسل، فكان فيه طمرة من 8 ميجا بكسل إلى 12، بالإضافة إلى أنا كان عندي عدسة وايد اللي هي 1740، ف 1740 راح تغرد في الفول فريم أكثر من 350. كنت تقريبا من أول المصورين اللي شرى هذه الكاميرا، يعني حتى في ناس يتقرب، تذكر في ناس يتقربون عشان بس يشوفون هالكاميرا ولا يجربون ولا واو وقتها. طبعا مع فترة الفايف دي بديت أركز في الوايد أنجل بحكم أنها في الفريم، فهذا الشيء كان مو عندي في 350. كنت دائما أحب أستفز الناس مصورين الطبيعة اللي عندنا، أنهم يقولون السعودية ما فيها شيء، ما فيها شيء يتصور. فأذكر وقتها في منتدى عدسة عربية في كان زي الهاشتاج اسمه متع ناظريك في، وحط اللوكيشن. طبعا كل واحد ينزل صورته، اللي في السفر، اللي نيوزيلندا، اللي في أوروبا، اللي في تركيا، اللي واللي 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 واللي. فأجي أنا وأقول متع ناظريك في الحاير. الحاير معروف أنه مجاري وريحة وحشرات، فكانت حركة استفزازية وفي نفس الوقت فتح عينهم على أنه ترى في شيء، في شيء من أسوأ شيء، فما بالك ان الواحد يطلع ويصور. فاذكر وقتها ما في مصور سعودي يصور داخل السعودية، ما اذكر ابدا. اقدر اقول انه اخذت الحمل هذا او العاتق انه ابدا اشتغل في السعودية اكثر شيء
خليك من الصفر، لاحقين عليه. طب لما يكون معك كاميرا محترمة وعدسة محترمة، أي شيء بالنسبة لك راح يهون، الحماس والشغف كله يقودك. الصورة هذه في الدرعية القديمة بكاميرا 5D Mark I، هذه برضو أحدثت ضجة في الوسط الفوتوغرافي. طبعا هذه الصورة ما هي أول محاولة، هذه تقريبا ثالث محاولة، وكل محاولة تبعد عن الثانية تقريبا أسبوعين. للأسف الصورة الأولى حذفتها من زمان، الصورة الثانية كانت بدون غيوم وركبت غيوم، فبعدين الصورة الثانية كانت بدون غيوم لكن بنفس تقريبا هذا التكوين، فتحسفت وقتها أنه أنا أبغى عمل أصلي. ما صادفت أنه كان فيه يوم غيوم، فرحت للمكان نفسه وطلعت. هذا الآن كلش فيها طبيعي. طبعا وقتها التركيب كان على وذنه، الكل يركب تقريبا 99%. ليش؟ الظروف المناخية في الرياض مضروبة، فدايم السماء فاضية، فنحاول نعبي. فمع كثرة التركيب صرنا محترفين جدا، لدرجة انه نعرف هذه مركبة ولا لا، خلاص تمرسنا هذا الشيء. لكن كان في إشكالية أنه في ناس يجحدون هذا الشيء، يعني يركب ويقول لا ما ركبت، هذا شيء طبيعي. فأنا كنت ضد، يعني كنت أستنقص من نفسي لما أركب، فقررت أنه أحاول أخلي كل شيء عمل أصلي، فأبحث عن الأصالة. عموما نرجع للموضوع، الفترة اللي حقت الـ5T عزها كانت في المنطقة الشرقية، فكنت أروح الدمام والخبر عشان أصور الشواطئ، فعندي مخزون فكري بصري عن الصور الشواطئ، فحبيت أنفذ أعمال في الدمام. الحين بوريكم مجموعة من الأعمال، تقريبا مجموعة كانت 2006. هذه طبعا في الخلفية موجود جزيرة المرجان في الدمام، هذه في الجبيل الصناعية، هذه بداية النهار، وهذه بعدها يمكن بنص ساعة. تكونات صخرية تقريبا قريبا بعض، لكن هذه تقريبا من أواخر الصور اللي سويتها بالـ5D. بعدها تقريبا انتهت فترة الـ5D. طبعا الـ5D طولت معي يمكن قعدت سنة وشوي. الفترة هذه حفظت الكاميرا، مهم جدا انك تعرف تتعامل مع الكاميرا، وكل ما طال الوقت معها كل ما صارت اسهل بالنسبه لك، فصرت اعرف كل شيء فيها، تحكم بالالوان، تحكم بالوايت بالانس، اعرف وش قد بتعطيني وش حدها وما الى ذلك. فكانت فتره نضج انه الكاميرا هذه خلاص صارت في جيبي، فحبيت احدث شيء جديد. طبعا كان في بالي اني أخوض مجال الفيلم، فكان في محل واحد في الرياض في البطحة معروف اسمه أنور باكستاني. فأنور كان عنده العدات الانتيك، الكاميرات القديمة، الأفلام القديمة، لارج ميديوم فورمات. فكنت مركز على شيء واحد، بحكم أن عندي عدسات كانون، كان وقتها عندي 17-40، كان عندي 100 ماكرو و70-200. 70-200 مهمة جدا للصحراء. فرحت الأنور، أنا قاعد أدور على كانون فيلمية، بحكم أني عندي عدسات، فالعدسات الكانون تركب على الفيلم الديجيتال معظم. طبعا حاط في بالي أنه نطاق الأسعار ما بين 1000-1500، لأنه الكاميرات الفيلمية وقت هذا سعرها. فرحت له قلت له ورني وش عندك، يعني أبغى أشوف وش عنده لأنه ناسي وش عنده. فكنت أسمع به بس ما أذكر بالضبط وش عنده من عدة كثير، هاسبلاد، مامية، فوجي، بلاوي. فقلت له ورني كانون فيلمية، وراني مرة ما عجبتني أنه حالتها كانت رديئة فما تصبر أبدا. وفي نفس الوقت قال عندي لك خيار ثاني. طبعا أنا شفت الهاسبلاد قلت له بكم، قال لي بـ4000 وقتها كان يعني ما تسوى. فوراني مثال
المثال هذا أنا على طول ضعت معه، يعني قلت بس خلاص هذه أفضل مما تخيلت. طلع لي كاميرا بنتكس 6-7، طبعا هذه ميديوم فورمات، هذه شيء أقوى من وفي نفس الوقت التعامل معها مختلف عن المامية وعن الهاسلبلاد. تعامل معها كأنك تتعامل بكاميرا عادية. شفت الكاميرا، مسكتها، ارتحت لها، وراني كيف طريقة تركيب الفيلم. سألت على السعر، قال 1200 حاجة زي كذا. قلت اشتريت الكاميرا. طبعا الفكرة رقم واحد على طول اني ابغى اجربها، مو بس ابغى اجربها ومعي الفايفتي. طبعا الكادر كان كبير، 6 طول 7 عرض، بينما الكانون 2 طول، الكانون 2 طول 3 عرض، فكان ضخم جدا، فكان قريب من المربع لكن حبه شوي اعرض. اول شيء شدني في البنتكس انه الفيو فايندر حقها شرح، تشوف فيه كل شيء، وكبير بعكس الكانون صغير لازم تتعب. رحت سويت تجربة في بر قريب من بيتنا، اسمه بر الواشلة، حول ديراب، فنفس التكوين حق الكانون سويتها للبنتكس، وتقريبا الإعدادات قريبة. أبغى أشوف الفرق في التفاصيل نفسها. طبعا صورت، والفيلم أنه أنت لما تصور لازم تحمض وبعدين لازم تسوي سكان، أوكي، مو على طول. فكان في محل اسمه سمير كودك إيمج آرتس، كان يعني مساعدنا مرة في مسألة التحميض والسكان. التحميض عنده ممتاز جدا، بس السكانر أبو كلب، رديء جدا، لكن يلا من باب التجربة. حمضت عنده، وكانت قيمة تحميض الفيلم 20 ريال، وقيمة السكان 10 ريال على كل صورة. خلينا من المبالغ، لما شفت الملف في السكانر عجبتني التفاصيل، انه في تونات مي موجوده في الكانون، فالمقارنه حتى بالسكانر التعبان كانت لصالح الميديوم فورمات الفيلم على الفايف دي اللي كانت مسويه ضجه. فوقتها انا قلت الان هذا سكانر اي كلام، فخليني ابحث عن سكانر حق ميديوم فورمات. لقيت سكانر اسمه نيكون كول سكان 9000 ED. طبعا السكانر هذا يعطيك كواليتي لحد، بس علشان اصدمكم، في الوقت الحالي اقوى ميجا بكسل كان 16، اللي الكانون 1DS Mark II 16 ميجا بكسل. وقتها اللي معاه هذيك الكاميرا كان وخر عنها مرة، يعني الكاميرا كان عمرها كان سعرها بال30000، والفايف دي مارك 1 كان سعرها بال12000، فشوف الجاب الكبير بينهم. فمن 16 اللي هي أقوى تقنية في الوقت الحالي كان 16 ميجا بكسل، والسكانر هذا يعطيني لحد 60 ميجا بكسل، في فرق كبير مرة. طبعا كان سعر السكانر عشان تطلبه أونلاين تقريبا 12000، لقيته هنا عند العبد الواحد، فعملوا لي يعني خصم حلو كان قريب من سعر الانترنت، لكن 12000 انا كيف اجيبها؟ ففكرت اني بكل بساطه، كان عندي كاميرتين، كانون 5D وكانون 1D Mark II N، كنت مخصصها للطيور بس ما كانت تجربه حلوه، حكم ان الطيور هنا مره يعني يلا تلاقيها، وحتى العصافير يبغى لها عدسات زوم 500 وطالع، حتى 400 ما تسوي شيء. فغامرت انه ابيع الكاميرتين هذه ال5D وال1D Mark II N واشتري بدالهم سكانر. طبعا وقتها كان مشاركاتنا كلها في المنتديات، عدسات عربية واصدقاء الضوء، 99% من المصورين قالوا هذا مجنون، ايش قاعد يسوي، هذا يرجع للوراء. خاطرتي هذه كانت بناء على تجربة بسيطة، وفي نفس الوقت حاس انه في اشياء كثيرة بتفيدني فيها، فسويتها. وجاني السكانر، وابتدى الشغل ينتقل من مرحلة 2006
طبعا مرحلة 2006 كانت أنا أسميها مرحلة الألوان. أوه لون حلو، غروب فاتن، شروق جميل. المرحلة هذه تشبعنا منها، يعني الألوان جميلة لكنها تعتبر مملة، ما تتمتع فيها. المرحلة اللي بعدها كانت مرحلة التعريض، أنا أسميها مرحلة التعريض. المرحلة هذه اللي أنا تعلمت فيها أنه كيف أسوي التعريض وأنا أغمض. في الكاميرا الفيلمية أنت تصور صورة ولا تدري وش تطلع، لازم تروح تحمضها بعدين تشوف الاسكانر وتتأكد شكلك صح ولا. فإذا أخذنا بالاعتبار أنه الفيلم الواحد فيه 10 صور والفيلم تطلبه من أمريكا ما موجود هنا، فالفيلم عليه فلوس، التحميض عليه فلوس، فأنت قاعد تتعامل مع أشياء أنت قاعد تصرف عليها بشكل دائم. تعاملك معها راح يكون مختلف 180 درجة، راح يكون فيه احترام أكثر، راح يكون فيه دقة أكثر في التعامل نفسه. يعني الكانون صور شوف الشاشة، ما عجبتك تقدر تعدل تصلح. في الفيلم لا، ما أنت ضاغط الصورة إلا لما تكون متأكد أن هذا صح. طبعا لازم يكون هذا صح في التكوين، لأنه هذه صورة راحت عليك، راحت من 10، لازم تكون هذه الصورة صح من التعريض. في البداية عانيت، الأخذ بالاعتبار أن الكاميرا وقتها ما فيها أي حاجة إلكترونية، فكان معي لايت ميتر أنه أقيس الضوء، أختار أي نقطة في أي ضاوة أقيس. طبعا أول فيلم صورته كان يمكن 2 بس اللي طالع إضاءتها صح، 8 غلط. لما تعيش في هذه التجربة أنت أمام خيارين، يا أما أنك تحبط أو أنك تستفز. اللي حصل أني أنا استفزيت. الاستفزاز هذا خلاني مثلا أنا أبحث عن عمل واحد، ما أبحث عن مجموعة أعمال، فالعمل الواحد أعمله بأكثر من مرة، لأني أنا أبغى أوصل لأفضل مرحلة لهذا العمل. يعني مثلا الشيء اللي فرق معي على طول هي مرحلة الانتقائية، فكان مو أي تكوين أروح أصوره، لا، هل هذا التكوين ينسوى ولا لا؟ لأنه حتى الفيلم مدفوع عليه والتحميض راح يكون مدفوع عليه، الموضوع يختلف. مو لما لاقي التكوين، طبعا لقيت فكرة، طبعا لازم أضبط التكوين صح، أعيد عليه قبل أصور. فالتكوين بدأ يتحسن عندي، لأني صرت أعطيه نظرة ثانية ونظرة ثالثة ونظرة رابعة، لدرجة أنه أروح العصر كله على تكوين واحد، وزن التكوين، وبعدها وزن التعريض. طبعا وزن التكوين ياخذ تقريبا نص الوقت، خلينا يعني مثلا في موضوع بصوره في العصر، اروح من بدايه العصر، لاني باخذ المرحله هذه اللي هي مرحله اول شيء البحث عن تكوين، لما الاقيه احط الكاميرا والترايبود واوزن التكوين لحد ما يضبط ساعه نص ساعه كذا. بعدها اختار وش انا ابغى من هالتكوين، اختيار فتحة العدسة المناسبة، الغالق المناسب، يعني لقيت خلاص اللي أنا أبغى. فكنت أصوره 3 مرات أحيانا 4. طبعا مو الغرض أنه أنا بس بدمجها، لا، الغرض أنه أبغى أشوف كيف قراءتي. تعودت باللايت ميتر أني أحطه على شيء وبإعدادات معينة، هل هو بالضبط زي ما أنا أبغى ولا لا، أو هل ممكن يحتاج أجستمنت أزيدة حب. مثلا تعودت انه اذا انا حطيت اللايت ميتر على، اذا كان الفيلم عندي الايزو فيه 50 احط اللايت ميتر على 40، فمن هنا تجي القراءه. طبعا هذه طريقه انه الان لازم اتعامل مع الشيء حتى لو كان غلط، طريقته غلط لازم تشوف الطريقه اللي تناسبه عشان انفذ الشيء اللي انا ابغاه. الصوره كانت في راس الشيخ حميد بالفيلم على الغروب. طبعا انا كنت محدد اني بصورها غروب، وكنت متوقع ان الالوان بتصير بهذا الشكل. فقعدت من بدايه العصر لحد الغروب ما بين مرحله وزن التكوين، فكان مفهوم جديد بالنسبه لي انه اليوم الواحد اخلي عليه صوره واحده. الاداء يختلف. اهلين. طبعا فترة الفيلم كانت بالنسبة لي هي أقوى فترة حصل فيها قفزة. القفزة هذه كانت أنه كيف أهتم بالتكوين، في نفس الوقت كيف أهتم بالتعريض.
الجماليات. فكان وقتها الكل يقول وليد مستواك نازل يا زينك بالكانون، اول صورك احلى وما. طبعا انا عارف وجهة نظرهم انهم اشتاقوا الشواطئ والغروب والالوان، لكن انا تفكيري مره مختلف، ما هو لم هذه. انا قاعد اشتغل على انه كيف ابني صح من جديد، الشواطئ والالوان لاحق عليها، ابني صح بعدين انتج صح. طبعا فترتي بالبنتكس يمكن قعدت سنة. في 2008 لقيت كاميرا لذيذة جدا، وكان فيها شيء أنا أدور عليه من زمان. طبعا وش اللي كان فيها؟ كان فيها عدسات كارل زايس. عدسات كارل زايس دائما نسمع عنها ولا ندري وش هي. طبعا وقتها أفضل عدسات عندنا كانون ونيكون، سيجما تامرون توكينا، هذه الصف الثاني. لكن عدسات كارل زايس هذه قاعدة تحلق لحالها، يعني بينها وبين كانون جاب كبير. من ضمن الأشياء اللي مخلية هازلبلاد تنجح هي تعاونهم مع كارل زايس، فكانت في كاميرا ثانية غير هازلبلاد وفي نفس الوقت سعرها معقول. الكاميرا هذه اسمها كونتاكس 645، فلقيتها في إي باي واشتريتها. الكاميرا كانت متطورة، اني فيها الكترونيات، تقدر تقرا التعريض، في نفس الوقت الفيلم ياخذ 16 صورة. بديت فيها، فدخلت مرحلة ثانية اللي هو عشق التفاصيل، فكارل زايس دخلتني منظومة ثانية. استمريت بالكاميرا يمكن لحد بداية 2009، فكان وقتها أخذت أنا معلومات كثيرة عن أنواع الأفلام، يعني مثلا في أفلام كودك، في أفلام فوجي، فعرفت وش الفوجي وش الكودك. مثلا الكودك تصلح لبيئتنا بحكم أن بيئتنا حارة، الفوجي تصلح للبيئة الباردة. فالفوجي الأخضر والأزرق فيها، الأخضر والأزرق في الفوجي طاغي، ألوان مشبعة بالكامل، والكودك الأحمر والأصفر والبني مش ممكن، فبيئتنا. فكانت الأفلام اللي أنا أصورها على طول، بس مجرد ما أدخلها في السكانر خلاص الصورة متعالجة، ما أسوي أي ألوان. فكان هذا بالنسبة لي شيء حلو، اختصر وقتي في الفوتوشوب وتعديل ومعالجة ألوانه، يعني أي ديجيتال لازم تعالج ألوانه، فهذا أعطاك إياه من الآخر وبلمسة واحدة ثابتة. فصرت من الوقت مع الوقت لما أشوف صورة أعرف في الصورة بالمية، أعرف هذه متصورة بأي فيلم، يعني كل فيلم له نكهة خاصة فيه. مرت الأيام لكني تفاجأت بخبر أنه سمير كودك أعلنوا توقيفهم للتحميض، قالوا أنه مكلف وما كان يجيب. طبعا توقيفهم ضيق صدري مرة، أنه وين بحمض؟ في واحد يحمض ثاني اسمه مراد، بس تحميضه لك عليه. فاضطريت أني أروح له، خرب أفلام لي بتحميضه السيء، فصار لي صدمة. الخيار الثاني انه احمض برا، فمكلف اني يعني اول شيء اطلب افلام من برا، ولما تجي اصورها اروح ارسلها مره ثانيه تتحمض وترجع. فانجبرت اني ارجع للديجيتال. فكان وقتها الفايف دي مارك 2 كانت سمعتها عال العال، والحمد لله توفقت انه بعت العده اللي عندي وبعت السكانر، فقدرت اوفر مبلغ كاميرا الجديده وعدسه جديده. طبعا اكون راجع من فيلم الديجيتال يعني كاني سواق راليات اعطيته سياره سيدان، يحليلها. 2009 تقريبا بدا يستهويني تايم لابس، فكانت الكانون جميله في التايم لابس ولا زالت، يعني افضل كاميرا تايم لابس الكانون. يمكن استمريت 3 سنوات تقريبا من 2009 الى 2012 كله تصوير تايم لابس، كل تصويري تايم لابس، لدرجه انه الكمبيوتر امتلأ. ولأول مرة في تاريخي أبدأ أستعين بالهارد سكات. أول ما كنت أستعين بالهارد سكات لأن تصويري قليل، ما أصور لشيء أنا أبغاه، التكرار ما فيه. طبعا كان له مردود قوي جدا التايم لابس، لكن في داخلي ما وصل للشيء اللي أنا أبغاه، يعني كان استهدافي على أفلام كبيرة بس الظروف ما ساعدت، ما في اهتمام، يعني ما في دعم.
والغالب ما حد يدعمك إلا يبغى منك شيء تقريبا أقوى من اللي أنت بيه، فصعبة مرة. بعدين في 2012 بديت أفكر في أني الآن حان الوقت أني أسوي معرض شخصي. طبعا سالفة المعارض من زمان موجودة، في معارض جماعية، لكن مرة شاركت في معرض جماعي وما عجبني طريقة التنسيق. أول شيء ما بين الصورة والصورة تقريبا 5 سنتي يعني لازقة في بعض، فما كان فيه متعة للعين ولا راحة. ثاني أنه توجهات وأذواق مختلفة، يعني تخيل صورة طبيعة جنبها صورة واحدة متبركة ما لها دخل. من ذيك الأيام أنا شلت من بالي فكرة أني أنا أسوي مشاركة جماعية، لأنه أنا يهمني أنه الشكل النهائي كيف يكون. طبعا كان فيه تواصل زمان بيني وبين الفن النقي أني بعرض عندهم وشي زي كذا، فطلبوا موقعي. حلو أنه عندي موقع وقتها، أعطيت من الموقع. ما كان في توافق في البداية، عادي حصل خير ما صار الخير. هذا الكلام يمكن قبل لا سويت المعرض ب3 سنوات تقريبا. فمرت الأيام واستدعوني أني أحكم في مسابقة لهم. بدأت العلاقة يعني بدأت تكون سهلة بسيطة، فاقترحوا علي قالوا ما بدك تسوي معرض، فقلت أوكي كويس جدا. فسألتهم بعدين جيتكم قبل فترة وما صار توافق والآن أنتم مبدين استعدادكم، وش السبب يعني؟ قالوا الصراحة من ذيك الأيام إحنا نتابعك، فإحنا ما نعرض إلا متأكدين إن العرض يتناسب مع الستاند. فكانوا يتابعوني تقريبا مدة 3 سنوات أو شيء زي كذا، لحد ما شافوا إنه أنا مثلا عندي بصمة وعندي خط معين، فبعدين وافقوا. الحمد لله جهزت أول شيء وش بيكون المعرض، وش بتكون فكرته. كانت فكرته إنه مجموعة من رحلتي كأول ظهور فني لازم أبين للناس أنا إيش. طبعا بديت بأعمال قديمة كنت معتز فيها مراحل، يعني مثلا من 2000 بديتها من 2007، يعني 2006-2005 هذه خليتها على جنب. من 2007 إلى 2000 اخترت وش الأفضل، وش أفضل الأعمال من 2007 إلى 2012، وحطيتها في قالب أنه كيف يكون توزيعها، كيف يكون القسم هذا وهذا. طبعا معرض لازم يكون له تايتل، لازم يكون له اسم، فكان الاسم إيقاع الطبيعة، لأنه كان في أكثر من إيقاع وأكثر من لون. كان فيه رمال، كان فيه جبال، كان فيه أشجار، كان فيه شواطئ، كان فيه أبيض وأسود، فكانت زي الإيقاعات. فالحمد لله نجح المعرض. كان الهدف منه فني، وكان الهدف منه ربحي يعني بيع أعمال. الحمد لله جاني مبلغ جيد، هذا قدرت أشتري فيه كاميرا هاسلبلاد ميديوم فورمات من قمرة، كانت لسه جاية ومسوين عليها عرض، فرحت لها على طول. فالفكرة كانت أنه الأعمال اللي ستعرض كلها من هاسلبلاد، حتكون في نقلة نوعية في العرض، وحتى في التفاصيل في الكواليتي حق البرنتينج، وحتى في المقاس. يعني المعرض الثاني سويت 3 مقاسات متنوعة. المقاس الأول كان 80x60، 80x60 هذا أبجريد من 75x50، فصار في مقاس أكبر شوي. المقاس الثاني كان 60x170، 60x170 هذا لقصة، في كاميرا كانت من زمان أبغى أشتريها بس ما حصلت فرصة. الكاميرا كانت اسمها فوجي 6x17 بانوراما، فالطول 6 العرض 17، فسويت هذا المقاس في معرض. المقاس الثالث كان 2.5x1 متر، فهذا كان تجربة ومغامرة في نفس الوقت اللي أشوف كيف. الحمد لله تم نجاح المعرض، حصل يمكن اقتناء 75% من الأعمال تم اقتناءها، هذا شيء جيد. الهاسلبلاد اللي كان سعرها غالي طلع سعرها، صارت الآن دخلت في مرحلة الربح، فبرضه هاي وليد السنة الجاية وش فيه. فتقريبا من 2014 صرت ما أصور صورة إلا أنا عارف بالضبط هذه وش وضعها. فحجم التصوير صاير يقل مع الوقت، لكنه يزداد من ناحية الجودة، من ناحية الفكرة.
إذا قلنا مثلا، إذا قلنا مثلا أنه في عام 2007 ألف صورة في السنة مثلا، 2009 بيكون 100، 2011 بيكون 50، 2014 10. فهذه ترجع أنه أنت وش تبغى وش بتسوي. إذا عرفت أنت وش تبغى بتعرف تنفذ عملك صح. طبعا هذا لازم تجارب، وعادي تجارب. الخطأ اللي تواجهني أنا أستقبلها بصدر رحب، أنه أوكي الخطأ هذا ما كان مفترض أني أسويه، لكن الحل أني أسويه مرة. أذكر في صورة صورتها في وادي لجب عام 2009، حلوة مرة عجبتني ولحد الآن عجبتني، لكن يوم رجعت وشفتها بالكمبيوتر وكبرتها 100% لقيت فيها اهتزاز بسيط. الاهتزاز هذا مستحيل أني أطبعها لأنه ما يبان بالشاشات بس بيبان في الطباعة. فرجعت لنفس المكان في 2013، صورت نفس الصورة بشكل أفضل. هذه الصورتين اللي على اليسار كانون، اللي على اليمين هاسلبلاد. طبعا هذا شيء مهم، انك انت اذا اقتنعت بعمل حتى لو صار فيه خطأ مرة ثانية حلو لك انك تسوي مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا بيسهل اشياء اشياء جاية لك كثير، الصبر، الادراك، التنفيذ. واي شيء تعيد عمله، حسبي مثلا انت في مكان صورته الصورة الاولى ثانية ثالثة الرابعة، دائم تقريبا اخر واحدة اللي انت عملتها هي افضل من الاولى. الأولى اللي كانت تقريبا نبذة تعريفية لك، وبعدين شوي شوي تدخل في الموضوع، وبعدين تنتج بشكل أفضل. طبعا في معارض اللي أنا عملتها أو كانت رسالات للفوتوغرافيين وفي نفس الوقت للفنانين بشكل ثاني. للفوتوغرافيين من ناحية أنه اهتموا بالتفاصيل، لا تعتمدوا على الكمبيوتر، لا تعتمدوا على انستغرام، تويتر، فيسبوك. اعتمادك على انستغرام وفيسبوك وتويتر يخليك ما تهتم انه الكاميرا تصير تفاصيلها قوية، فبالتالي الملف الاصلي يكون عادي. لانك لما تجي تطبع بتتورط، تشوف المعالجة باينة، كلش واضح، البكسلات مينة، مربعات ما لها دخل. وتعمدت اني اطبع باحجام كبيرة مثلا زي 1.20 × 80، ما في احد قد طبع زي كذا. العادة 60 × 40 بالكثير. ورسالتي كانت للفن التشكيلي بشكل عام، انه التصوير الفوتوغرافي يستخرج منه كفن، والحمد لله حصل احترام. المعرض الثاني كان معظمه تجريد، دخلت فيه بشكل اعمق، فلقى استحسان بشكل كبير بالفن، لدرجة انه اكثر المقتنين لهذه الاعمال كانوا فنانين تشكيليين. ليش اقتنوا؟ وجدوا انه فيها الهام لهم انه ممكن ينتجون. المعرض الثالث كان اسمه أبعاد، يعني كان مختلف عن الأول لكن قريب من الثاني من ناحية الأعمال التجريدية، ومختلف عن الأول أنه ما في شيء قديم، كله شيء جديد ومخصص. فكان برضو في نقل نوعية من ناحية المقاسات، كان مقاسات مقاسين، 1 × 1.25 و 2.5 × 1.5 متر. فلو بنسوي مقارنة بين المعرض الأول والثالث، المعرض الأول كان 31 عمل بحكم، قلل الحجم. المعرض الثالث 16 عمل بحجم. الأحجام الكبيرة اللي عجبت الناس كان عددها 8. الأحجام الستاندرد صارت المتر، الستاندرد صارت 9 وحاجة زي كذا، المجموع كان 16. فبرضو كل فترة أطلع طبعا التجارب هذه لا زالت مرحلة أنه أنا كيف أفهم الكاميرا أكثر وأشوف إمكانياتها. في المعرض الأخير عرفت، طبعا لما أتكلم عن المعرض الأخير ما أتكلم عن المعرض الحالي في جدة، أتكلم عن المعرض الأخير اللي صار في الرياض السنة الماضية اللي هو أبعاد. معرض جدة هذا مختلف تماما. طبعا عشان تقيم معرض لازم في أشياء تفهمها. أول شيء وش فكرة المعرض؟ وش الفائدة من المعرض؟ من هم الناس؟ شيء مهم جدا، وش اسم المعرض؟ بناء على الاسم انت بتعرف الكوليكشن، او بناء على الكوليكشن بتعرف الاسم.
طبعا من نهاية المعرض الثاني وقبل الثالث، يعني قبل سنة ونص برضو، ها يا وليد شو الجديد؟ فبديت فيها بفكرة انه اطلع بشيء جديد. فالشيء الجديد اللي انا ابغى اطلع له الان، خلاص ابغى اطلع للمملكة، اشبعتها فوتوغرافيا، اشبعتها مناطقيا، اشبعتها معلومات، فانا ابغى شيء جديد. العين تبحث عن شيء جديد، ما هو قصور في الطبيعة اللي عندنا، لا، لكن الحمد لله الان الاسماء كثير، الكل صار يصور هنا الحمد لله، كان لي دور فيها. وش المفترض عليك كفوتوغرافي انك تسويه، او كفنان؟ انت كفنان لما تشوف شيء حلو خليه يستفزك عشان تسوي احلى. فانت كفوتوغرافي شفتني عملت معارض، استفد من تجربتي واطلع بشيء جديد. لا تقلد لانه ممكن يذكرون انه هذه كانها لفلان، الشيء هذا بيحز في خاطرك، اطلع بشيء جديد بس مو جديد.